بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، طلاب الصف السادس الأحيائي، مع درس جديد من دروسكم في المراجعات، ولازلنا في الفصل الأول الثيرموديناميك. تحدثنا سابقا عن قانون هيس. يجب أن يتذكر الطالب بالنسبة لقانون هيس، دائما يوجد معادلة هدف ومعادلات مساعدة. المعادلات المساعدة أوقات ما بيقول لك بالحرف إنه اكتب المعادلات المساعدة مثل الواجب اللي أعطيتكم إياه، ولكن لما بيقول إذا علمت أن حرارة الاحتراق يا جماعة، يعني تكتب معادلة الاحتراق، تمام؟ وقانون هيس دائما حرارات الاحتراق بيعطيك إياه، إذا ما أعطاك المعادلات طبعا واضحة. لأن اليوم رح نأخذ قانون تاني اللي هو قانون المجموع، رح نتحدث بشكل تفصيلي عنه ونشوف إيش الفرق بيناتهم. هلأ الطريقة الثانية في استخدام أو حساب الإنثالبيات هي عبارة عن طريقة إنثالبي التكوين. بدي اياك تحفظ لي هي اسمه طريقة المجموع او هذا قانون المجموع، ولما بيكون في عندك معادلات منقول قانون هيس. قانون المجموع ايش عم بقول لك؟ يمكن استخدام قيم دلتا اتش اف، هي انثالبي ايش؟ تكوين. هذا انثالبي تكوين للمركبات الكيميائية لحساب انثالبي التفاعل بشكل عام. فاعطاك مثال، اذا عندي كم مول من المادة A وكم مول من المادة B، هدول متفاعلات طرف أول، وعندك هدول J وال H، هدول نواتج التفاعل. عبيل لك نستخدم العلاقة دلتا H R 0، R للتفاعل ككل وال 0 قياسية، هي مجموع انثالبي التكوين. شايف ال F لمين؟ للنواتج، ناقص سيجما مجموع N عدد مولات دلتا اتش اف 0 لمين؟ للمتفاعلات، تمام؟ البروديوس والرياكشن، الN هي عدد المولات. شوف الأمثلة بسيطة جدا جدا. قانون المجموع ما بستخدمه إلا إذا عندي حرارة التكوين لكل مادة. طيب شوف لي المثال التالي. سؤال جاي بأحد الدورات، إيش عم يقول لك السؤال؟ احسب حرارة احتراق. هو قال احسب حرارة، اللي المطلوب مجهول دائما، اللي بيقول لك احسب فهو مجهول. احتراق البنزين في الدرجة 25، علما أن طلع إيش يكتب لك؟ حرارة التكوين للماء وغاز ثاني أكسيد الكربون والبنزين هي على الشكل التالي. أولا حرارة احتراق البنزين، لو أنا بدي أكتب معادلة احتراق، أول شيء بدي أكتب معادلة احتراق. احتراق مين؟ البنزين، اللي هي البنزين اللي كان C6H6. إذا بدي أحرقه لازم أحرقه بإيش؟ بالO2. إذا يعطيني ثاني أكسيد الكربون زائد H2O، تمام؟ هلأ السؤال، أنا إيش راح أستفيد هون؟ أنا راح أعطيك إياها تجاريا، أولا هي معادلة الاحتراق، طبعا هذا الموازنة اللي ما بظن عندكم مشكلة فيها، هي نفس الواجب القديم. ليش هون عرفت مول واحد عند السي 6؟ لأني حرارة احتراق، ومن تعريفها احتراق مول واحد. طيب سؤالي هلا، هو مو هذا هو الهدف؟ هي هي المعادلة الهدف، صح؟ هلا ايش بده يعطيني؟ لو عيطيني معادلات مساعدة، لو عيطيني علما ان حرارة احتراق الكذا واحتراق الكذا واحتراق الكذا، فانا عندي معادلات، فرحت على هس حصرا. اما هو ايش عيطيني هون؟ عيطيني
حرارة تكوين، يعني دلتا اتش اف لمين؟ لهي، ولمين؟ لهي، ولمين؟ لهي. طب ليش للاو 2 ما عطاني حرارة تكوين؟ لا لا، لاني انا وياك متفقين حسب اتفاق العلماء انه انثال بالتكوين القياسي لجميع العناصر بحالته القياسية يساوي الصفر، اللي هو اثبات صورة. طيب ايش ممكن انا اكتب هون؟ القانون مجموع انثالبي التكوين للنواتج ناقص مجموع انثالبي للمتفاعلات. التوزيع مثل ما عم تنزل عندك خطوة خطوة، هيك تجيك ايش؟ علامات السلم. طيب بعدها فتحت قوس، مين المواد الناتجة؟ هي النواتج CO2 H2O، بس CO2 كم مول؟ 6 مولات. طب هو عيطيك سعر كم مول؟ عيطيك سعر المول الواحد، دائما بيعطيك اياها هو لمين؟ للمول الواحد، وانت وظيفتك تضربه بالستة. طيب H2O كم مول؟ 3 مولات. شايف CO2 ضربه بستة والH2O ضربه بثلاثة، هي للنواتج ناقص من اصل القانون. فتحت قوس للمتفاعلات، مين المتفاعلات؟ البنزين والO2. البنزين كم مول؟ 1 مول. O2 كم مول؟ 7.5. عوض تعويض عادي. طبعا لما اقول لك بكلمة بالترتيب، اي كلمة قرأتها الاول الماء اول واحد، فمعناته الرقم الاول راح يكون للماء. اذا اول كلمة قرأتها هي ثاني اكسيد الكربون، فالمعلومة الاولى لثاني اكسيد الكربون. الجواب طبعا هذا الكلام انت بلباقة ورشاقة بتحله لحالك بما انك طالب شاطر. هلا بنروح على مثال تاني. المثال التاني شوف ايش عم بيقول لك. خلينا انا وياك نقرأ المثال وعلى اساس نحاول نحل. ايش عم بيقول لي المثال؟ احسب حرارة التكوين لغاز الامونيا، عفوا، ان حرارة التكوين لغاز الامونيا تساوي كذا. اعطاك دلتا اتش اف، دلتا اتش اف زيرو، بس لمين؟ للامونيا. ولغاز ال HCl يعني حرارة التكوين القياسية ال HCl تساوي كذا. احسب حرارة التكوين للتفاعل التالي، عطاك هو سعر مين بالعامية؟ دلتا HF عطاك ياها للأمونيا وعطاك ياها لمين؟ لل HCl. طيب هدول التنتين ليش ما عطاني دلتا HF لألون؟ لأن انت بتعرف هدول بيساوي صفر، N2 غاز و Cl2 غاز، هذا حرارة انثالبيتهم ايش تساوي؟ التكوين صفر. انا شلون بدي ابلش احل؟ لازم اعرف انا عجب بقانون هيس ولا بقانون المجموع. لو كنت بقانون هيس لازم يعطيني معادلات مساعدة. طيب كان قبل ما يعطيني معادلات مساعدة واكتب هيس، يعني يقول لك احتراق المواد ما يقول لك تكوين المواد. يلا معناته انا هلا اجي اساوي، ببلش اول شيء اكتب القانون. العلامات توزع على الشكل التالي مثل ما انا كتب لك اياها. القانون خطوة الثانية تعويض حرفي لمين؟ نواتج لحال ناقص المتفاعلات لحال. الخطوة الثالثة تعويض رقمي. الخطوة الرابعة الجواب بما انك طالب شاطر تحسن الطالع لحالك. ليش حطينا هون للCl2 صفر؟ لاني حالة القياسية اثبت صورة. ليش الN2 حطينا لصفر؟ نفس الكلام، معناته ممكن يجي سؤال فراغات انثال بالتكوين القياسي للعناصر بحالة الاساسية ايش بيساوي؟ انت بتقول له يساوي الصفر. مثال ثالث، هذا المثال حلو. طبعا هذول الأسئلة كلها وزاري، ها يعني ما عم نجيب مثال براني، كلها أسئلة وزاري. شوف ايش عم بقول لك. عند حرق 1.6 غرام، هي كتلة ولا ما هي كتلة؟ من مين؟ من الميثان. ايش هالميثان؟ هذا CH4. طبعا انت لانك اخذ عضوية بتعرفه CH4. طب هلا بتقول لي يا استاذ التغت العضوية، بيجيبوا لك مادة صيغتها معلومة او بيكتب لك صيغته CH4. متفقين من اول ما بلشنا بالتدريس N مو بتساوي M صغيرة على M كبيرة الكتلة المولية. قلت لك بس مادة بعرف كتلتها يعني بعرف مولاتها. هلا معي معناتها كتلة الميثان ومعي مولاته. حرقه لهذا الميثان ايش قد اعطاني حرارة؟ دلتا HC حرارة انثالبي الاحتراق، او R، هي اسف لاني ما بعرف اذا هذا مول ولا مانو مول. لو كان مول كنت كتبت سي، بس لاني ما بعرف مول ولا لا بحق لي اكتب ار على الحالتين صح. سؤال، هاي كيو ولا ماي كيو؟
او دلتا اتش ولا ما دلتا اتش بتصير. بس عجب لمول ولا لا اكثر ما بعرف. راح احسب اول شيء عدد المولات، بعدها شوف السؤال ايش كتب لك، احسب انثالبي التكوين القياسي للميثان. كتب معادله؟ لا، بس انا بحسن بكتب. الماده اللي بدنا نكونها هي سي اتش 4. طب انا تعلمت من امبارحه او من درسي الماضي شلون بكون المواد من عناصر الاساسيه باثبت صوره، معناتها هون كربون جرافيت وهيدروجين اتش 2 بشكل غاز، فوازن المعادله بضرب هون باثنين. هاي هي معادله الهدف. طيب راح نشوف، راح يعطيني هلا اسعار المواد مشان اخذ قانون المجموع ولا بده يعطيني معادلات مساعده مشان اخذ قانون هيس؟ شوف، علما ان انثالبي ايش؟ التكوين، معناته حصل انا بقانون المجموع لكل من الماء وثاني اكسيد الكربون، اعطاك لهي لكل من الماء وثنائي اكسيد الكربون. انا هون اسف، هو عنده حرق، حرق المعادله حرق وليست تكوين، حرق CH4. اذا انا بدي احرقه بضيف له O2 وش يعطيني؟ CO2 زائد H2O. طيب هذا الكلام راح نشوفه هلا بشكل نظامي. كتب لك اول شيء هاي معطيات المسألة، طبعا حسبنا عدد المولات 0.1 وهي الكيو، هاي الكيو من اجل كم؟ 0.1. يعني انا هلا بحق لي اكتب N وكيو من اجل 0.1 مول، كانت عندي اياها 80 89. طيب من اجل 1 مول ايش بدها تكون؟ اشارة استفهام، الطرفين بالوسطين بتطلع معنا. طيب هو حيطلع لك هذا الحل بهذا الاسلوب، دلتا اتش مقسم على الان اللي هي نفس الطرفين بالوسطين، وحط اشارة سالب لاني هو عم بيقول كلمة حرق، وانت بتعرف كتابك الحرق يعني اشارته سالبة. ليش؟ لأني عم بيحرر حرارة، طبعا من كل تفاعلات الاحتراقها سالبة، بس بكتابك ايه؟ في تفاعل واحد هو تفاعل N2 مع الـ O2، هذا بيكون مصدر حرارة، فبيكون الدلتا H تبعيته موجبة. معناتها أول خطوة طالعنا الـ N طالعناها من طالعنا الـ Q من أجل مول واحد. هلا بترجع معادلتي كتير، مسألتي كتير عادية، احتراق هي هي معادلة معادل الهدف، وهي المعادلة الهدف هي يا بدي أكمل على أساسها هس يا بدي أكمل قانون المجموع، بس لأني أعطاني إنثالبيات تكوين فأنا مضطر أكمل على قانون المجموع. كتبت القانون، عوضت تعويض في الرموز، تعويض في الأرقام، جواب بشكل سريع. هيك مشان حل عدد أكبر من المسائل، أشرح عدد أكبر من المسائل. معناتها شفت إيش استفدت أنا من الكتلة؟ حولتها لمولات. استفدت من كمية الحرارة؟ هي نفسها الدلتا اتش ولكن من اجل مول واحد لازم تكون، بعد صار روتين عادي. يلا ندخل على مساله ثانيه، عفوا الباقي راح اعطيك اياهم ان شاء الله واجب. راح ندخل هلا بفكره جديده، العمليات التلقائيه والعمليات غير التلقائيه. من وجهه نظرك ايش يعني كلمه تلقائي؟ بالعاميه تلقائي يعني لحاله، يعني لا في شروط خارجية، لا سخنت ولا بردت ولا ضغطت ولا أثرت عليه بأي مؤثر. طيب هي العمليات التي تحدث طلع من تلقاء نفسها عند ظروف معينة دون، يعني بدون تأثير من أي عامل خارجي، ولا حدا أجى قدم له مساعدة لحاله، فهي بنسميها عمليات تلقائية. معلومة جديدة، الانتروبي. ايش هذا الانتروبي؟ مصطلح رمز دلتا اس للتفاعل دلتا اس ار قياسي بنحط له زيرو، دلتا اس ار زيرو. فهو عبارة عن كلمة بسيطة جدا جدا، مقياس للعشوائية، عشوائية هيك يعني، او لا انتظام. ايش العكس الانتظام؟ يعني لما احط هيك جزيئات منتظمه هاد انتروبيته قليله، اما اذا احط الجزيئات هيك هذا عشوائي. فهذا راح نحكي عنه بهذا الشكل المبسط، كل شيء ينتقل من حاله منتظمه الى حاله اقل انتظاما، يعني الى حاله
شوي عشوائية أو أكثر عشوائية منقول هذا انتروبيته عم تزداد، لأن الانتروبية هي زيادة العشوائية أو هي مقياس العشوائية، فكل ما زادت العشوائية يعني عم تزداد الانتروبية. طيب إذا أنا طلعت من صلب إلى سائل، من صلب إلى سائل معناتها أنا عم تزداد انتروبيتي، لأن المادة السائلة أخف ترتيب من الصلبة. إذا تحولت من سائل إلى بخار عم تزداد الانتروبية. إذا تحولت من صلب إلى بخار، هاي العملية من صلب إلى بخار إيش بنسميها يا جماعة؟ بنسميها تسامي. تسامي طبعا دون المرور بالحالة الغازية. هون الانتروبي موجب، هون الانتروبي موجب، هون الانتروبي موجب. لك هذا الكلام نحن ياخدينه الصلب سائل بخار. هلا بس طلعت بهذا الاتجاه عم تزداد العشوائية عم تزداد الانتروبية، من صلب لسائل، من سائل لبخار، أو من سائل إلى بخار، أو من صلب إلى بخار، كله هذا زيادة في الانتروبية. طيب كل شيء تسخين بيزيد الانتروبية. طيب سؤال، معناته العكس، عكس التسخين تبريد يقلل من الانتروبية، معناته التسخين يزيد الانتروبية، التبريد يقلل من الانتروبية. طيب بس قال لك ذوبان مادة صلبة، ذوبنا مادة صلبة تحولت من صلب إلى سائل، أو ذوبنا مادة سائلة مثل زي أنت بتذوب حمض في ماء في سائل معين في مذيب معين، كمان بتزداد الانتروبية. أما الغاز، الغاز هو هون، إذا ندوب يعني نرجع للسائل، معناته بهذا الاتجاه كله زيادة في الانتروبية، وبالرجع كله نقصان في الانتروبية. بهذا الاتجاه تسخين، بالراجع تبريد، بهذا الاتجاه موجب الانتروبية، بهذا الاتجاه سالب الانتروبية. هلا بعض المعادلات اذا كتب لك اياها وما عم تعرف انه تسخين ولا تبريد ولا كتب لك حالي، قال اذا كانت مولات النواتج اكبر، نواتج اكبر فيزداد الانتروبية. شلون يعني؟ يعني مثلا عندك 2A عطاك 3B زائد مثلا D، الدي هون في مول وهون في مول، أربع مولات ناتج مولين داخل، زادت المولات تزداد الحركة يعني تزداد العشوائية. هذا هو إذا كانت المولات ناتج أكبر. طيب معلومة أخيرة، إذا كان نفس العدد من المولات في الطرفين فإن الطرف الذي يحوي مولات أكثر مواد أكثر تكون انتروبيته أكثر. طب أعطيني مثال على هيا أستاذ. مثلا عندي 2HCl، إذا فكيناها هي عبارة عن H2 زائد Cl2. هلا هذا عنده مول وهذا عنده مول مولين، طب وهذا الطرف فيه مولين، هذا مولين وهذا الطرف فيه مولين، المولين هون والمولين هون متساوي الطرفين ولا لا؟ ولكن هون عندك مادة أولى مادة ثانية، هون عندي مادة واحدة من حيث النوع، فلذلك الطرف الثاني طالما بيكون فيه مولات متساوي بالطرفين فإن الطرف الذي يحوي مولات أكثر بتكون عنده الانتروبية أكثر. زيادة الضغط، زيادة الضغط يعني نقصان الحجم، فبالتالي ينقص الانتروبية لأني ببلشت أرتب أنا جزيئات المادة. معناته أنا وياك حفظنا صلب سائل للبخار كله زيادة في الانتروبية، بخار إلى السائل إلى الصلب كله نقصان في الانتروبية، كلمة تسخين زيادة في الانتروبية، كلمة تبريد نقصان في الانتروبية، ذوبان الصلب والسائل زيادة في الانتروبية، ذوبان الغاز نقصان في الانتروبية، زيادة الضغط نقصان في الانتروبية. ناخذ أمثلة سريعة وأعطيك واجب مشان ما تضيع. إيش عم بيقول لي؟ تنبأ فكر إذا كان التغير في الانتروبية أكبر أو أقل، يعني إذا كان موجب أو إذا كان سالب. تجمد يعني تسخين ولا تبريد، معناته هون تقل انتروبية. تبخر، تبخر يعني انتقال من سائل إلى بخار تزداد الانتروبية. ذوبان الجلوكوز، الجلوكوز هو السكر يعني مادة صلبة، زيادة في الانتروبية. تبريد غصب عنا نقصان في الانتروبية. يلا كيف تتغير انتروبية؟ تكاثف، تكاثف إيش هي؟ نحن اتفقنا انصهار من الصلب إلى السائل، من السائل للبخار هو عملية تبخر، رجعة تكاثف معناتها حصرا سالب. تكوين بلورات السكر من محلول له فوق المشبع، بلورات السكر معناتها كان سائل
وتحول لصلب. تشكيل البلورات صار منتظم أكثر. كلمة تسخين زيادة في الانتروبية، تسخين من 20 إلى 80. تسامي اللي هو انتقال من الصلب إلى البخار، فهي زيادة في الانتروبية. هيك بنكون خلصنا درسنا لليوم إن شاء الله. هلا رح أنزل لك إن شاء الله الواجب، لازم نحله بشكل سريع. كان معكم الأستاذ حمزة حلاق، بالتوفيق للجميع، الله يعطيكم.